السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في برنامج القط الشرس. ذات يوم وبالضبط في دولة المغرب العظمى على رواد القط الشرس، سافرنا عبر الزمن إلى مدينة تدعى الرباط، وفي نفس الوقت إنها عاصمة الدولة العظمى. ووجدنا هناك إمبراطور خارق لا يعرف الشفقة بالجميع، لا يعرف الشفقة بالجميع. اسمه محفوظ، لا اسمه محفوظ على طرف كل لسان، اسمه حفيد. إنه يحب القتل ويحب عرس الدم، نعم يحب عرس الدم. ومن ثم أخذنا الرحال صوب مدينة أكادير، نعم مدينة أكادير. ووجدنا هناك إنسان خطر، نعم إنسان خطر، اسمه رضوان، نعم اسمه رضوان. يقول فرصته، صوته، شعاره هيا لكي ندشن الفريسة، أو بلغة أخرى هيا لكي نصطاد الفريسة. ويعتمد على العقول، على العقول العصافير في القول والمعقول في العمل. ومن ثم هناك أخذنا الرحالة إلى مدينة ورزازات، نعم مدينة ورزازات، المدينة المعروفة بالصمت والمعروفة بالسينما العالمية، نعم بالسينما العالمية. ووجدنا هناك رائد لا يعرف الشفقة، ورائد شرس، نعم رائد شرس يبادر على تخريب المآثر الصهيونية، نعم اسمه البشير، اسمه البشير، نعم اسمه البشير. لا ليس المبشرين بالجنة، بل إنه البانيشر، نعم إنه البانيشر. ومن ثم هناك اتجهنا صوب مدينة الدار البيضاء، نعم صوب مدينة الدار البيضاء. ووجدنا ثعلب شرس، ثعلب شرس بما يعرفه الكلام، إنه ثعلب شرس، اسمه حريت، نعم إنه حريت. مؤلم أن يهرب القوم منه وينافس على الرهينة المبنية على القواعد، ويفتعل على أشكال تنمي إلى العصور، تنمي إلى العصور القديمة، نعم ويقبل على التدافع، على التدافع الإنساني، ويراهن على الرهينة، إنه حريت ليس بالمحرات. ومن ثم هناك في نفس المدينة سمعنا صوتا، سمعنا صدى، نعم سمعنا صدى يخوف من الجهة الخلفية، يقول إن التخويف، لماذا التخويف يتربص بعض الخصوم الذين لا يعرفون أيمن ويحاولون أن يجربوا فتية، لكنها مبادئ الرهينة ومن مبادئ المطاردة للجميع. إنه أيمن لطيف، أيمن ليس يسكن المعمورة، يسكن المعمورة في ذات يوم. ومن ثم أخذنا الرحال بضواحي مراكش، أو بأحرى بضواحي مراكش إلى القلعة، لا ليست قلعة إمبراطورية العثمانية، بل قلعة السراغنة، قلعة السراغنة. ووجدنا إنسان يقول أنا الأمين العام، لديه خبزتان، نعم إنه الأمين، اسمه زكريا ويلقب بسكوزا، نعم اسمه زكريا ويلقب بسكوزا. يقتل، نعم إنه يقتل، لا يقتل بالبندقية أو المسدس، يقتل بالضحك، إنه سكوزا. يقول نحن نتحرى الصدق، ورأس مالنا هو المعقول. ومن تم اتجهنا صوب مدينة لا نعرفها جدا، لا نعرف اسمها. هل هذه المدينة أنجبت من قبل؟ لا، إنها مدينة سليمان، أو بأحرى مدينة ابن سليمان. التقينا بشرس، التقينا بدب،
شرس، لا يعرف الرحمة، لا يعرف الرحمة، لا يعرف الرحمة. يمتاز بالحرية والإبداع ويتابع الرصد كما يعد أنه فضاء جماعيا للتداول والنقاش، ليقتل، نعم ليقتل. وزاويته هي أن يرصد أو يتابع أهم القضايا للحرب. إنه الهيتسكي، ليس بالهيت الذي نعرفه في مجال الشعبي، بل إنه الهيتسكي، الهيتسكي. ومن هنا أصدقائي ستتوقف رحلتنا عبر هذه المدن، أو بأحرى عبر هذه الإمبراطوريات. كنتم مع القط الشرس، دمتم في رعاية الله، وفي حلقة أخرى إلى اللقاء.